مرحبا بيا اليوم عند اختي قفطان اميره شوب. مرحبا والف مرحبا. بارك الله فيك اختي. مرحبا بك. تغديتي مع مجموعين صراحه. مرحبا بك. والمهم جمعنا قر قبل النابكي كنقولوا لبعضياتنا. خديت من وقتها واحد شويه تسمح لي. كانت لا ماشي مشكل ماشي مشكل. مرحبا. عطاتني من وقتها. ربي يخليك ربي يخليك. وجيت تبارك الله عجبني عندها تبارك الله. عندها موديلات زوينين. المهم قبل ما نوريكم غنوريكم بعدا جدي لي باديها لي الكبيداس. كنتمنى تجيو عنده بيلا نوفا وتجيو تاخذوا بحالها. سارعوا العرض العرض كيفاش كيقولوا ليها العرض العرض محدود محدود. ها نتوما الكبيدات. ها نتوما ها انا هي الكبيدات البنات. عرفتوا علاش؟ حيت انا البياس عندي بياسه بياسه حيت ما عنديش داك الشيء ديال السوق. مثلا نوجد 10 ولا 20 بياسه من الحاجه. انا عندي المحل بياسه بياسه. هذه عبايه راه كتلبس سبور كتلبس الكبيدات واللي عجباتو راه غنوجد منهم ان شاء الله شي اربعه. غزالين والتوب ديال عبايه جلابه. هذه ماشي عبايه خديجه. لا التوب ديال العبايه. لا 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 كريب سوا خديجه هذا. المهم الكبيدات عندها تبارك الله هاد الجلابات زوينين عجبوني بزاف. عندها تبارك الله هاد الجلابه هذه هي والقميص ديالها راندا البوردو الكرونه في الفيولي. عرفتو غزالين. عندها تبارك الله قميص هذاك القميص جلابتو راه هي هذه خديجه. هذاك القميص لا سبرو المرتدي لا ها هي جلابتو. هي هذه اللي فيها هذه الرشمه في السبوله زوينه. عندها تبارك الله راه عندها غزاله متقونه تبارك الله. ماشي كروشي. الله يبارك فيك. الله يحفظك تبارك الله. الله يبارك لك في الوليدات. هذه راندا تاع هي زوينه. هاد الطريزه انا عندي واحد جلابه نيت في هاد الطريزه هذه. الطرز باليد هذاك الرباطي باليد والماكرامي على شعره. عرفتوا احبابي هذا الموديل هذا زويون ولا قربتوا ليها راه فيها بحال شي مونيكا بحال شي خمار تنسميوها الزربيات الخمار. كتبان هالعوينات زويون هذا الستيل هذا. وتا هاد التوب هذا انا فايت عندي ولكن كانت عندي ملي كنت ضعيفه وفكرتيني زوينه وتغالي هذاك الثمن. الخياطه جارتي باش تصوبها ليا وما عرفتش قلت لها غير زيدي ليا فيها هنايا وانا مخيطاها بالدوغي. كنتمنى ما تكون دارت ليا فيها والو ونجيبها لك ان شاء الله باش تصوبيها ليا ان شاء الله. المهم الله يلعب ان شاء الله. مرحبا خديجه اختي. لا قبلتي عليا انا نولي نخيط لاختي. لا مرحبا اختي. مرحبا بك. شوفوا تبارك الله هاد السفافر شحال فيه اللوينات هادو غزالين. الوان الطيف كلهم مجموعين. قوس قزح كاع مجموعين هنايا تبارك الله غزالين. الله يبارك فيك. الصفر يجي مع الزرقاء بحالي مع الدنجال. ولاوا خديجه لاوا انا شفتك مباشره. لا عندكم الخوت لونها زوين ماشي بلقه بزاف وماشي سمراء يعني لونها يعني عادي زرقة. بحالي بحالي زرقاء زرقاء حليب وشوكولا. لا عندكم لونها بحالي اللي تتعرفني راه لونها بحالي. هذاك الغوص غوز بيبي غوز بيبي. وهذاك القفطان اللي وريت لكم هذا راه هو ديال لاسبرو. ديال لاسبرو حتى هو غزال والخياطه زوينه تبارك الله. حجر منبت ما نقولش لكم عليه. هذه اللي بيا هذه حتى هي الاولى. هذه الاولان اختي خديجه غوز حتى هي باك زويبقه زوينه حتى هذه خفيفه وبراندا السبوله. انا كنعشق هذا اللون هذا باش هذا اللون هذا هاد اللون هما اللي يمشي يصلي بهم الواحد في الجمعه ايوا دابا التراويح ولا وليني الناس كتفضل الكحله خديجه اختي. كيمشيو الناس بزاف للكحله. ما انا بعدا من الراي ديالي نصلي في شي غليبيه بحال هكايا ولا في هاد اللون الكحل كيجيني. عرفتي بالمناسبه نقول لي فان ديالك اختي كنت كنمشي للناظور. اول ما حطيت رجلي في الناظور واحد النهار باليوم الجمعه اقسم بالله عرفتوا بانوا لي العيالات كلشي لابسين الابيض سبحان الله. هما راه خارجين من الجامع. حنا عين ساعدنا كنلبسوا البيضة خديجه النهار العيد تاع قولي صلاه العيد. هما صلاه العيد كيلبسوا البيض. هما قال لك العاده ديالهم يمشيو يصليو الجامع يصليو لابسين الابيض. وانا نسول قلت او هذه شاده حق الله هذه شاده حق الله. انا عند بالي المراه البيضاء اللي كلابسه الابيض شاده حق الله. تقالوا لي لا هذوك راهم خارجين من الجامع. نقول شو سبحان الله العظيم خارجين بحال شي حمامات بيضين. وتحيه للضيافه نموت عليكم في القلب. ومن هذا المنبر هذا ومن هذا المحل هذا ومن الدار البيضاء كنحيي خويا البوز اللي كنموت عليه. البوز بالدارجه. البوز بالدارجه. البوز 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 بالدارجه. احلى بوز. البوز بالدارجه. البوز بالدارجه وكنموت عليك وتنحمق عليك. وشكرا لكم وشكرا للفان ديال اختي اميره القفطان. قفطان اميره الباب شويه عاصي.
وهاد الجليبيه ديال هادي هذا هو القميص ديالها حتى هو غزال حتى هو فن عجيب. وبالنسبه لهاد القميصات هادو اللي ديال الدار تصلي بهم في الدار مخدوم براندا خديجه اختي هذاك والثوب ديالو زوين هذوك تنبيعو 250 230 العمودي 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 راه سميت سعودي العمودي هذيك الزيتيه اللي بالحساب هذه هادي حتى هي غزاله زوينه هذه الزيت خزي مخدوم بالغوز والبوردو والشيبي غزال تبارك الله غزال هادشي الله يبارك فيك الله يبارك فيك ها الجليبية تاع هي مخدومة بالعقيق منبت ايوا خديجة ضعفي شوية حرقي شوية سكر الله يشافيك ولكن سي دوماج ما جاتنيش الله يشافيك حرقي شوية سكر دعيو معاه بالشفاء الإخوان آمين آمين الله يشافينا جميعا يا ربي آمين أختي الله يشافيك حتى أنتيا المهم شوفوا ها الجليبية تاع هي عجباتني أنا عندي واحد جلابة في الكحل إلا شافتو إلا شافوني المتتابعين ديالك لابساها إن شاء الله بحال بحال الطرز هكا في الكمام وهنايا بحال هاد الثوب هذا زوين وهادو الكبيدات اللي كيبغي يلبس شي لبسه ويلبس فوق منا بحال هادي غزاله زويونه هادي راه كتحزمها ها هو تقدر تلبس بالحزام ولا الحزام خديها خديجه خديها سلتيها من هذا ولبسيها تشوفيها كي كتجي في اللبسه هادي كتجي مع الجين وكتجي مع هذا كتجي غزاله كبيدات انا راه واخا دبا اللي لبستها كتجي معايا انا راه واخا دبا المهم هادي راه صغيره عليا غير من الكمام المهم هانتوما ما تجمعيهاش راه كتلبس مفضفضه انت دابا تلقيها اجي تشوف شتي كي كتلبس مع الجين والبودي دابا في الصيف هاد الجين ولا كولون راه واخا دبا داير العرض الازياء اليوم اختي صحتك يا خديجه بالصحه صحه واختي راه المرض والدوايات الله يشافينا ويشافي امتي محمد والقواطرك عارفه الدواء ديال وعارفه بزاف الحوايج المهم الكبيدات الله يحفظ علينا الباس وكنتمنى هاد لا فيديو ينال الاعجاب ديالكم وكنموت عليكم وتنحمق عليكم واللي شاف هاد لا فيديو البارطاج مع حبابكم مع صحابكم مع العائله ديالكم كاملين وكنتمنى لكم ان شاء الله عواشر مبروكه وكنتمنى الشفاء للجميع واللي كيتمنى شي حاجه زوينه في القلب ديالو الله يحققها ليه واللي ميت ليه شي واحد الله يولي برحمه الله والله يرفع لنا هذا الوباء يا ربي ويرفع لنا هذه الاسعار يا ربي ويرزقنا ربي رمضان ان شاء الله بخير وعلى خير ان شاء الله بصحيحه وسلامه لجميعا يا ربي وكنموت عليك شرفتيني يا خديجه اختي شرفتيني والله حبيبتي وان شاء الله غنولي الخياطه ديالك ديال ديما ما تفوتينيش جلابه ما تنواعدك كل عواشر جلابه من عندي جي مرحبا بك بارك الله فيك حبيبتي وباي باي عليكم وما سخيناش بكم وكنتمنى دائما غنجي عندها ندير لكم عرض الازياء ان شاء الله هاد الفورمه ديالي تكون عجبت الناس واي حاجه تبارك الله والله خديجه اختي وغنلبسها وغتشوفوها وغتجيو تشريو بحالها ان شاء الله ان شاء الله وشكرا لكم شكرا